السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. حياكم الله جميعا. اليوم ما شاء الله. الشيخ إبراهيم منورنا اليوم ما شاء الله، الشيخ عمار وسلمان وسستر مريم. أسامة يعني أندر كفر جاي ولا إيش؟ شو عمار؟ أخ؟ نقول الاسم أسامة. أنا موجود، أنا برضو موجود. ما شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا دليل قاطع على أنه يجب رد موارد النزاع في كل ما تنازع فيه الناس من الدين كله إلى الله ورسوله، لا إلى أحد غير الله ورسوله. فمن أحال الرد إلى غيرهما فقد ضاد أمر الله، ومن دعا عند النزاع إلى تحكيم غير الله ورسوله فقد دعا بدعوى الجاهلية. فلا يدخل العبد في الإيمان حتى يرد كل ما تنازع فيه المتنازعون إلى الله ورسوله. ولهذا قال تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا مما ذكرناه آنفا أنه شرط ينتفي المشروط بانتفائه. يعني إيش ينتفي المشروط بانتفائه؟ في شرط ومشروط. إذا جئت إلى البيت أعطيتك دولار، الشرط أنك إيش؟ متى أعطيك الدولار؟ إيش الشرط؟ أنك تأتي إلى البيت. فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط أو الذي تعلق به الشرط. فدل على أن من حكم غير الله ورسوله في موارد النزاع كان خارجا عن مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر. وحسبك بهذه الآية القاصمة العاصمة بيانا وشفاء، فإنها قاصمة لظهور المخالفين لها، عاصمة للمتمسكين بها، الممتثلين لما أمرت به، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. ولقد اتفق السلف والخلف على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى رسوله هو الرد إليه في حياته، والرد إلى سنته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. ثم قال تعالى: ذلك خير وأحسن تأويلا، أي هذا الذي أمرتكم به من طاعتي وطاعة رسولي وأولي الأمر ورد ما تنازعتم فيه إلي وإلى رسولي، خير لكم في معاشكم ومعادكم، وهو سعادتكم في الدارين، فهو خير لكم وأحسن عاقبة. طيب من أين استدل على أنها في الآخرة خير لهم؟ فين في الآية الكلام عن عاقبة الأمر والمعاد؟ أين في هذا الجزء من الآية الكلام على أن هذا يكون خير لك في الآخر وأحسن تأويلا؟ لا، ذلك خير وأحسن تأويلا. قال يعني هذا خير لكم في معاشكم ومعادكم، لأن التأويل معناه إيش؟ ما يؤول إليه الأمر، يعني ما ينتهي إليه الأمر وما يقع، وهو حينما يقابل المؤمن ربه عز وجل. نعم. فدل هذا على أن طاعة الله ورسوله وتحكيم الله ورسوله هو سبب السعادة عاجلا وآجلا. ومن تدبر العالم والشرور الواقعة فيه علم أن كل شر في العالم فسببه مخالفة الرسول والخروج عن طاعته، وكل خير في العالم فإنما هو بسبب طاعة الرسول. وكذلك شرور الآخرة وآلامها وعذابها إنما هي موجبات مخالفة الرسول ومقتضياتها.
فعاد شر الدنيا والآخرة إلى مخالفة الرسول وما يترتب عليه. فلو أن الناس أطاعوا الرسول حق طاعته لم يكن في الأرض شر قط، وهذا كما أنه معلوم في الشرور العامة والمصائب الواقعة في الأرض، فكذلك هو في الشر والألم والغم الذي يصيب العبد في نفسه، فإنما هو بسبب مخالفة الرسول، وإلا فطاعته هي الحصن الذي من دخله فهو من الآمنين، والكهف الذي من لجأ إليه فهو من الناجين. فعلم أن شرور الدنيا والآخرة إنما هي الجهل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والخروج عنه، وهذا برهان قاطع على أنه لا نجاة للعبد ولا سعادة إلا باجتهاده في معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما والقيام به عملا. وكمال هذه السعادة بأمرين آخرين، أحدهما دعوة الخلق إليه، والثاني صبره وجهاده على تلك الدعوة. فانحصر الكمال الإنساني في هذه المراتب الأربعة، أحدها العلم بما جاء به الرسول، والثانية العمل به، والثالثة بثه في الناس ودعوتهم إليه، والرابعة صبره وجهاده في أدائه وتنفيذه. ومن تطلعت همته إلى معرفة ما كان عليه الصحابة وأراد اتباعهم فهذه طريقتهم حقا، تجد أن هذه الأربعة هي مقتضى قول الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الأرزعة الأرزعة ولا الأربعة؟ الأربعة هذه كلها أربعة. ترى أن هذه الأربع مراتب كلها تظهر في هذه الصورة، فالعلم في الإيمان، والإيمان يبدأ بإعلم أنه لا إله إلا الله، والعمل عمل الصالحات، وبثه في الناس تواصوا بالحق، والصبر عليه وتواصوا بالصبر. وكان الشافعي يقول لو ما أنزلت من القرآن لهذه السورة لكفت الناس وأقامت عليهم الحجة. فإن شئت وصل القوم فاسلك سبيلهم، فإن شئت وصل القوم فاسلك طريقهم، يعني إذا أردت أن تكون موصولا بهؤلاء القوم فقد وضحت للسالكين عيانا. وقال تعالى قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. إذن الهداية بما يوحي إلي ربي، هداية ليست نتيجة شطارة وذكاء وفهلوة وعادات وتقاليد، إنما هي باتباع الوحي وليست بالعقليات والجدليات. فهذا نص صريح في أن هدى الرسول صلى الله عليه وسلم إنما حصل بالوحي. فيا عجبا كيف يحصل الهدى لغيره من الآراء والعقول المختلفة والأقوال المضطربة، ولكن من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فأي ضلال أعظم من ضلال من يزعم أن الهداية لا تحصل بالوحي ثم يحيل فيها على عقل فلان ورأي فلتان وقول زيد وعمر. فلقد عظمت نعمة الله على عبد عافاه من هذه البلية العظمى والمصيبة الكبرى، والحمد لله رب العالمين. طبعا أنت يعني لازم تستحضر أن هذا الكلام، طبعا ذكرنا أن الرسالة التبوكية كتبها رحمه الله وهو راجع من الحج، كان في تبوك، فأراد أن يعجل بهذه الرسالة قبل أن يصل إلى أصحابه وأحبابه وطلابه وزملائه وإخوانه في بلده، فكتب هذه النصيحة لهم. واضح؟ وأحسن فيها رحمه الله النصح لهم. وكان في زمانهم كثر أهل الكلام والفلسفة والمتكلمين من أتباع مذهب ابن كلاب والأشعري والماتريدية وبقايا من المعتزلة والجهمية، وأيضا ظهر قرن للرافضة لا سيما بن طاهر حلي وغيره، يعني كتبوا في كتابات وفلسفات لمذاهبهم. فكان هناك يعني تيار عاصف في الأمة آنذاك، ونزاعات من الغلو في التصوف والفلسفة ونحوها. فكان يعني تجد أن هذه النصيحة تواقع
تلامس الواقع الذي كانوا فيه. كانوا الناس يتلمسون الهدى في غير نصوص الكتاب والسنة. فماذا نقول نحن اليوم؟ الناس حتى ما يتلمسون الهدى في تأويلات أهل البدع وعقول أهل البدع، الناس يتلمسون الهدى في طرائق غير المسلمين والملحدين، ويتلمسون الهداية في طريقة حياة يعني من لا يعرف الإسلام ولا يقر بالله ربا ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني ماذا نقول اليوم في زمان عظمت فيه المصيبة نسأل الله العافية، أو الفساق والفجار؟ وقال تعالى ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فأمر سبحانه باتباع ما أنزل على رسوله ونهى عن اتباع غيره، فما هو إلا اتباع المنزل واتباع أولياء من دونه، فإنه لم يجعل بينهما واسطة، فكل من لم يتبع الوحي فإنما اتبع الباطل واتبع أولياء من دون الله، وهذا بحمد الله ظاهر لا خفاء به. وقال تعالى طب إذا قلت طب ماذا عن العلماء واتباع العلماء؟ العلماء لا يأتون بالكلام من أنفسهم، إنما هم يأتون بما في نصوص الكتاب والسنة. ولذلك العالم إذا أتى بقول ليس مبنيا على الكتاب والسنة فإن قوله مردود. نرجع إلى المعنى الذي ذكرناه في الدرس السابق وحينما تكلم عن أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لم يعطيه الطاعة المطلقة كذا، قال وأولي الأمر. ليش؟ لأن طاعتهم العلماء والأمراء على حسب وفق اقتدائهم واقتفائهم لنصوص الكتاب والسنة. قال فما هو إلا اتباع المنزل أو اتباع أولياء من دونهم فإنه لم يجعل بينهما واسطة، فكل من لم يتبع الوحي فإنما اتبع الباطل واتبع أولياء من دون الله، وهذا بحمد الله ظاهر لا خفاء به. وقال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فكل من اتخذ خليلا غير الرسول يترك لأقواله وآرائه ما جاء به الرسول، فإنه قائل هذه المقالة لا محالة. الله أكبر، قائل هذه المقالة لا محالة. ولهذا فإنه سبحانه لم يعين هذا الخليل وكنا عنه باسم فلان، إذ لكل متبع أولياء دون الله فلان وفلان. يعني خليل ما ذكر من هو الشخص، العبرة بالعموم هنا تشمل كل أحد، تشمل كل أحد، وإن كانت هذه أصلها بالكفار لكن تشمل أيضا يعني الفسقة من العلماء والفسقة من أهل البدع والفسقة من الفجار وعوام الناس. نعم. فهذا حال هذين الخليلين المتخالين على خلاف طاعة الرسول، ومآل تلك الخلة إلى العداوة واللعنة، كما قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقد ذكر تعالى حال هؤلاء الأتباع وحال من اتبعوهم في غير موضع من كتابه، كقوله تعالى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. تمنى القوم طاعة الله وطاعة رسوله حين لا ينفعهم ذلك، واعتذروا بأنهم أطاعوا كبراءهم ورؤساءهم واعترفوا بأنهم لا عذر لهم في ذلك وأنهم أطاعوا السادات والكبراء وعصوا الرسول، وآلت تلك الطاعة والموالاة إلى قولهم ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وفي بعض هذا عبرة للعاقل وموعظة شافية، وبالله التوفيق. سؤال، وهذه من قواعد تدبر القرآن يعني التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بالتأمل والتدبر في القرآن. قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. طيب نحن نعرف أن التقوى هذه درجة عالية من الإيمان أليس كذلك؟ فهل معناه
أن كل صاحب لك إذا أنت وهو أنت وإياه أو إياها إن لم تكونوا على هذه الدرجة من التقوى والإيمان وتكونوا أعداء بعضكم لبعض أجيبوني. نعم المتقين دائما يعني بيعرفوا بعض بالخير يعني. بس يعني مين اللي يدعي أنه من المتقين؟ هذه درجة عالية. هل معناه أنه كل الأخلاء يعني لو أنا لي صديق وصاحبي وزميلة في العمل وصديقي وصاحبي ما هو من أهل هذه الدرجة العالية من الإيمان يكون عدو لي يوم القيامة؟ التوقع ان هو بيعمل بالخير يعني it's not an unreachable level ان هو بس يعني ان هو يعني دايما بيتعامل مع الخير مع الشخص والله اعلم. يعني ايش المتقين معناها هنا؟ يتقي الله في العمل يعني ان هو يعني ما يظلموش او ما بيعمل شيء يعني المتقون التقوى ثلاث درجات. الدرجة الأولى التوحيد وأصل الإيمان يعني واحد مسلم ليس بكافر. إذن أول درجة الأخ بعضهم إلا المتقين يعني من كانوا من أهل الإسلام لا يكونوا أعداء لبعض بل يشفع بعضهم لبعض واضح؟ ثانية المتقين التقوى هي أداء الفرائض واجتناب الكبائر حينئذ من كانت هذه حاله حصلت له الشفاعة وحصلت له المحبة والمودة يوم القيامة ومن لم تكن هذه حاله وقعت بينك وبينه العداوة لأنك مفرط وهو مفرط وإذا دخلوا النار ما يقولوا والله إحنا في النار سوا يعني في مثل عند بعض الناس يقولون إيش الموت مع الجماعة رحمة أو شيء يعني ما معنى إذا صاروا في النار معناه خلاص يؤنس بعضهم بعض لا هذا يلعن بعضهم بعض في النار وإذا رأوا هذا العذاب تبرأ بعضهم من بعض. الدرجة الثالثة هي كمال الإيمان هي مرتبة الإحسان وهي ترك المكروهات وفعل المستحبات وهؤلاء تكون الشفاعة بينهم وبين أصحابهم في غاية الكمال. فإن قلت يعني كيف يشفع لا يلزم حتى أن يشفع يخرجه من النار بل يشفع له في الجنة أن ترفع درجاته. هنا الضالة نفسه المقتصرة والخيرات هؤلاء أيضا كل هذه درجات للتقوى. حينما تقرأ مثل هذا تستحضر هذه المعاني جميعا في ذهنك وتعطي كل درجة من هذه الدرجات ما يناسب سياق الآية. الطاعة أطيع الله تستحضر هذه الدرجات أيضا وتستحضر النتيجة المرتبة على هذا الأمر أنك يحصل كمال هذه النتيجة بكمال تحقيق هذا الأمر. نعم قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون فقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. فليتدبر العاقل هذه الآيات وما اشتملت عليه من العبر. قوله تعالى
افترى على الله كذبا أو كذب بآياته ذكر الصنفين المبطلين، أحدهما منشئ الباطل والفرية وواضعها وداعي الناس إليها، والثاني المكذب بالحق. فالأول كفره بالافتراء وإنشاء الباطل، والثاني كفره بجحود الحق، وهذان النوعان يعرضان لكل مبطل. فإن انضاف إلى ذلك دعوته إلى الباطل وصد الناس عن الحق استحق تضعيف العذاب لتضاعف كفره وشره. ولهذا قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فلما كفروا وصدوا عباده عن سبيله عذبهم عذابين، عذابا بكفرهم وعذابا بصدهم عن سبيله. وحيث يذكر الكفر المجرد لا يعدد العذاب، هذه ملاحظة في القرآن، حيث يذكر الكفر المجرد لا يعدد العذاب، وللكافرين عذاب أليم أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، يعني ما كتب لهم في الدنيا من الحياة والرزق وغير ذلك. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله أينما كنتم توالون فيهم وتعادون وترجونهم وتخافونهم من دون الله قالوا ضلوا عنا زالوا وفارقوا وبطلت تلك الدعوة وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. ادخلوا في جملة هذه الأمم، كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم كل أمة متأخرة ضلت بأسلافها. الأمة يعني النيشن أو الجماعة من الناس. ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، ضاعف عليهم العذاب بما أضلونا وصدونا عن طاعة رسله. قال الله تعالى: لكل ضعف من الأتباع والمتبوعين بحسب ضلاله وكفره، ولكن لا تعلمون، لا تعلم كل طائفة بما في أختها من العذاب المضاعف. يا سلام، لا تعلم، يعني هم مضاعفين، بس هو يحس أنه هو هذا، هو يحس أن عذابه هو ضعف أكثر من صاحبه. في الحقيقة لا، كل واحد منهم يحس بهذا الإحساس، وإلا كلهم عذابهم مضاعف. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فإنكم جئتم بعدنا فأرسلت فيكم الرسل وبينوا لكم الحق وحذروكم من ضلالنا ونهوكم عن اتباعنا وتقليدنا فأبيتم إلا اتباعنا وتقليدنا وترك الحق الذي أتتكم به الرسل فأي فضل كان لكم علينا وقد ضللتم كما ضللنا وتركتم الحق كما تركناه فضللتم أنتم بنا كما ضللنا نحن بقوم آخرين فأي فضل لكم علينا فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. فلله ما أشفاها من موعظة وما أبلغها من نصيحة لو صادفت من القلوب حياه فإن هذه الآيات وأمثالها مما تذكر قلوب السائرين إلى الله وأما أهل البطالة الثكلة فليس عندهم من ذلك خبر. قال فصل: فهذا حكم الأتباع والمتبوعين المشتركين في الضلالة، وأما الأتباع المخالفون لمتبوعهم العادلون عن طريقهم الذين يزعمون أنهم تبع لهم وليسوا متبعين لطريقتهم فهم المذكورون في قول الله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فهؤلاء المتبوعين كانوا على الهدى، وأتباعهم ادعوا أنهم على طريقتهم ومناهجهم، وهم مخالفون لهم سالكون غير طريقهم يزعمون أنهم يحبونهم وأن محبتهم لهم تنفعهم مع مخالفتهم لهم فيتبرؤون منهم يوم القيامة فإنهم اتخذوهم أولياء من دون الله وظنوا أن هذا الاتخاذ ينفعهم. وهذه حال كل من اتخذ من دون الله ورسوله وليجة وأولياء يوالي لهم ويعادي لهم ويرضى لهم ويغضب لهم فإن أعماله كلها باطلة يراها يوم القيامة حسرات عليه مع كثرتها وشدة تعبه فيها ونصبه إذ لم يجرد موالاته ومعاداته ومحبته وبغضه وانتصاره وإيتاره لله ورسوله فأبطل الله عز وجل ذلك العمل كله وقطع تلك الأسباب وهي الوصل والموالاة التي كانت بينهم في الدنيا لغيره كما قال تعالى وتقطعت بهم الأسباب فينقطع يوم القيامة كل سبب ووصيلة ووسيلة ومودة وموالاة كانت لغير الله ولا يبقى إلا السبب الواصل بين العبد وبين ربه
وهو حظه من الهجرة إليه وإلى رسوله وتجريد عبادته وحده ولوازمها من الحب والبغض والعطاء والمنع والموالاة والمعاداة والتقرب والإبعاد وتجريد متابعة رسوله وترك أقوال غيره لقوله صلى الله عليه وسلم وترك كل ما خالف ما جاء به والإعراض عنه وعدم الاعتداد به وتجريد متابعته تجريدا محضا بريئا من الشوائب من شوائب الالتفات إلى غيره فضلا عن الشركة بينه وبين غيره فضلا عن تقديم قول غيره عليه. فهذا السبب هو الذي لا ينقطع بصاحبه، وهذه النسبة التي بين العبد وبين ربه وهي نسبة العبودية المحضة، وهي آخيته التي يجول ما يجول ثم إليها مرجعه. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزلي. هذه النسبة هي التي تنفع العبد فلا ينفعه غيرها في الدور الثلاثة، أعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. فلا قوام له ولا عيش ولا نعيم ولا فلاح إلا بهذه النسبة، وهي السبب الواصل بين العبد وبين الله. ولقد أحسن القائل حيث قال: إذا تقطع حبل الوصل بينهم فللمحبين حبل غير منقطع، وإذا تصدع شمل الوصل بينهم فللمحبين شمل غير منصدع. والمقصود أن الله سبحانه يقطع يوم القيامة الأسباب والعلق والوصلات والوصلات التي كانت بين الخلق في الدنيا كلها، ولا يبقى إلا السبب والوصل والوصلة التي بين العبد وبين ربه فقط، وهو سبب عبوديته المحضة التي لا وجود لها ولا تحقق إلا بتجريد متابعة الرسول صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذه العبودية إنما جاءت على ألسنتهم وما عرفت إلا بهم، ولا سبيل إليها إلا بمتابعتهم. وقد قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهذه الأعمال التي كانت في الدنيا على غير سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وطريقته ولغير وجهه يجعلها الله هباء منثورا، لا ينتفع منها صاحبها بشيء أصلا. وهذا من أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة، أن يرى سعيه كله ضائعا لم ينتفع منه بشيء، هو أحوج ما كان العامل إلى عمله، وهي سعد أهل السعي النافع بسعيهم. يعني أنا أريدكم تتخيلون كلمة سبب وصيلة كأنه حبل، هذا الحبل أنت تمسك به حتى تسحب من فوق النار لتدخل الجنة. الحبل الوحيد الذي يوجد يوم القيامة تمسك به ولا ينقطع هو حبل الله ودينه. ودين الله إنما هو قائم على ما أنزله الله من القرآن والسنة، ولا يمكن الوصول إلى هذا الدين إلا لهذا الحبل والتمسك به إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كل هذه الأسباب اللي اتخذونها الناس من البدع والأهواء لا تنفع، تنقطع، لا تنفع ولا تسمن ولا تغني من جوع، إذا كانت غير خالصة لله أو لم تكن على طريق المتابعة. وتخيل كم من الأموال تصرف ولا فائدة، كم من الأعمار تذهب، بل ناس يموتون ويقتلون في سبيل عقائدهم الفاسدة الضالة، ولا تكون إلا حسرة عليهم يوم القيامة. قال: فهذا حكم الأتباع الأشقياء. فأما الأتباع السعداء فنوعان: أتباع لهم حكم الاستقلال، وهم الذين قال الله عز وجل فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهؤلاء هم السعداء الذين ثبت لهم رضا الله عنهم، هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من تبعهم بإحسان. وهذا يعم كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، ولا يختص بذلك القرن الذين رأوهم فقط، وإنما خص التابعون بمن رأى الصحابة تخصيصا عرفيا ليتميزوا به عمن بعدهم. فقيل التابعون مطلقا، يعني كلمة التابع تشمل الذي جاء في القرن الثاني وبعده،
الذي رأى الصحابة وما، لأن الاتباع لا يلزم منه الرؤية، لكن اصطلاح مشى على العلماء يسمون التابعي الذي رأى الصحابة، وإلا في الأصل كلنا من التابعين بالمعنى العام، وإنما خص التابعون بمن رأى الصحابة تخصيصا عرفيا، يعني في عرف العلماء وأهل الحديث، ليتميزوا به عمن بعدهم، فقيل التابعون مطلقا لذلك القرن فقط، وإلا فكل من سلك سبيلهم فهو من التابعين لهم بإحسان، وهو ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه. تذكرون من الأشياء اللي تكلمنا عنها في الدرس الماضي أو في الدروس السابقة، لا تفهم نصوص القرآن والسنة بالمصطلحات الحديثة. يا الله ينور عليك، أيوة، ما نفهم نصوص القرآن والسنة باصطلاحات العلماء المتأخرين، فما يقال الذين اتبعوا التابعين معناهم الاصطلاح هذا حدث عند المتأخرين. جميل. وقيل سبحانه هذه التبعية بأنها تبعية بإحسان ليست مطلقة، فتحصل التبعية المطلقة للنبي صلى الله عليه وسلم ليست مطلقة، فتحصل بمجرد النسبة والاتباع في شيء والمخالفة في غيره، ولكن تبعية مصاحبة للإحسان، فإن الباء هنا للمصاحبة، والإحسان في المتابعة شرط في حصول رضا الله وجنته. قال تعالى وهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فالأولون هم الذين أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبوه، والآخرون الذين لم يلحقوا بهم هم كل من بعدهم على مناهجهم إلى يوم القيامة، فيكون التأخر وعدم اللحاق بهم في الزمان. وفي الآية قول آخر إن المعنى لم يلحقوا بهم في الفضل والمرتبة بل هم دونهم، فيكون عدم اللحاق في الرتبة. القولان كالمتلازمين، فإن من بعدهم لا يلحقون بهم لا في الفضل ولا في الزمان، فهؤلاء الصنفان هم السعداء. وأما من لم يقبل هدى الله الذي بعث به رسوله ولم يرفع به رأسا فهو من الصنف الثالث، وهم الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. يا سلام، شوف الطريقة الجميلة في تقرير وجوب اتباع مذهب السلف وطريقة الصحابة رضي الله عنه، وأن اتباع المنهج الأثري أو اتباع طريقة السلف ليست قضية اختيارية وليست قضية عشوائية وليست قضية اجتهادية. قال وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أقسام الخلائق بالنسبة إلى دعوته وما بعثه الله به من الهدى، في قوله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعث الله به، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فشبه صلى الله عليه وسلم العلم الذي جاء به الغيث، بيشرح الحين، الذي جاء به بالغيث، يعني لما قال مثل ما بعثني الله منه كمثل غيث يعني كمثل المطر، لأن كل منهما سبب الحياة، فالغيث سبب حياة الأبدان والعلم سبب حياة القلوب. وشبه القلوب القابلة للعلم بالأرض القابلة للغيث، كما شبه سبحانه القلوب ماء فسالت أودية بقدرها، وكما أن الأرضين ثلاثة بالنسبة إلى قبول الغيث، يعني لما ينزل المطر على الأرض في ثلاثة أنواع three kind of ground، أرض زكية قابلة للشرب والنبات إذا أصابها الغيث ارتوت منه ثم أنبتت من كل زوج بهيج. قال فهذا مثل القلب الزكي، فهو يقبل العلم بذكائه ويثمر فيه وجوه الحكم والدين الحق بذكائه، فهو قابل للعلم مثمر لموجبه وفقهه وأسرار معادنه. والثانية أرض صلبة صالب
قابلة لثبوت الماء. الماء never observed stain the surface. لثبوت الماء فيها وحفظه. فهذه ينتفع الناس بورودها والسقي منها والازدراع. وهذا مثل القلب الحافظ للعلم الذي يحفظه كما سمعه ولا تصرف له فيه ولا استنباط، بل له الحفظ المجرد فهو يؤديه كما سمع. وهو من القسم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه غير فقيه. فالأول مثل الغني التاجر الخبير بوجوه المكاسب والتجارات، فهو يكسب بماله ما شاء. والثاني مثل الغني الذي لا خبرة له بوجوه الربح والكسب، ولكنه حافظ لماله لا يحسن التصرف والتقلب فيه. والأرض الثالثة أرض قاع، وهي المستوي الذي لا يقبل النبات ولا يمسك الماء، فلو أصابها من المطر ما أصابها لم تنتفع منه بشيء. تعرفوا زي إيش؟ Have you seen for example the rocks in Crimea, Grand Canyon, the Grand Canyon, كذا rocks يعني يمشي الماء جواها ولا ينبت شيء ولا يحفظ ولا تنتفع منه. فهذا مثل القلب الذي لا يقبل العلم ولا الفقه والدراية فيه، وإنما هو بمنزلة الأرض البواري التي لا تنبت ولا تحفظ الماء. وهو مثل الفقير الذي مال لا مال له ولا يحسن يمسك ماله. فالأول عالم معلم داع إلى الله على بصيرة، فهذا من ورثة الرسل. والثاني حافظ مؤد لما سمعه، فهذا يحمل إلى غيره ما يجتر به المحمول إليه ويستثمر. والثالث لا هذا ولا هذا، فهو الذي لم يقبل هدى الله ولا رفع به رأسا. فاستوعب هذا الحديث أقسام الخلق في الدعوة النبوية ومنازلهم، منها قسمان سعيدان وقسم شقي. وأما النوع الثاني من الأتباع السعداء فهم أتباع المؤمنين. شيخ، كأن الصنف الثاني الآن في زماننا يحتقرونه الناس، أنه مجرد يحفظ القرآن ولا يفهمه مثلا، أو يحفظ. لا، ومين اللي يحتقره؟ الصنف الثالث. نعم فعلا. يعني اللي يحتقرونه هم الصنف الثالث الذي ليس فيه علم ولا خير ولا نعم. أيضا من المعاني التي ممكن يستنبط من هذا الحديث يعني قول أن الماء تتشربه الأرض، دليل على أن القلوب تتشرب هذا العلم ويحصل بها من الهداية والتقوى والصلاح شيء عظيم جدا. نعم، ما شاء الله. قال وبالمثل بالمناسبة، وين ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن المثل الناري والمثل المائي؟ في سورة البقرة. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. فهذا مثال، والمثال الذي في سورة النور اللي هو أو كظلمات في بحر لجي يغشى موج من فوقه. لحظة بصني أجيب نظارة البحر. البقرة من 17 إلى 20، آية 17 إلى 20: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، هذا المثل الناري. والثاني أو كصيب من السماء، المثل المائي. طيب، لو كلنا بيربي بسهم، فأنا أقول سورة ياسين: أرأيتم النار التي تورون؟ لا. رأيتم الماء الذي تشربون؟ لا، ليس هذا المراد. هو ابن القيم ذكر في كتاب آخر عن هذين الآيتين بالمثل الناري والمثل المائي. نعم. أنا بس في آية أخرى أظنه أيضا ذكرها، بس قاعد أستحضرها وينها.
سبحان الله. سورة يجعل النار من الشجر الأخضر. لا لا من شجر لا. الحين سبحان الله ما غابت عن ذهني سبحان الله مع كثر الكلام. اللهم صل وسلم. لحظة شوي. أخت مريم has your hand up. Okay, مريم go ahead. سورة الرعد. أنا كتب الآيات. سورة الرعد. نعم. فسلت أولياء بقدرها. بقدرها. الله ينور عليك. سورة الرعد. هذا هو المثل. هذا هو المثل المائي. سورة الرعد. طيب. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع. وهذا وهذا النار. هو المثل الناري. آية كم؟ مش عارف. يا واحدة. آية 17. 17. طيب الله ينور عليك. هذا هو المثل المائي وهذا هو المثل الناري. لأنه هذا المثل يطابق الحديث. إيش؟ اللهم صل على محمد. أنزل من السماء إيش؟ ما أن فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض هذه الأرض التي تتشرب الماء وهذه القلوب التي تتشرب الماء واضح؟ وهذا الذي ينتفع بهذا العلم كما تنتفع هذه الأرض بهذا المطر وإلا في بعض الأراضي لا يفيدها المطر شيئا يصبح لا فائدة فيه لها ولا يمكث فيها وكذلك يمشي الوادي يسير يمشي ما يأتي شيء ولا يعني ولا ينتفع من هذا الماء بشيء إنما يحمل احتمل السيل زبدا رابيا يعني تعرفون لما يمشي الماء بسرعة يصبح فيه شيء يحمل أشياء يحمل أوصاخ ويحمل كل هذا الزبد لا حقيقة له ولا فائدة منه الماء إذا جرى يحمل أشجار وأغصان ومدري كلها هذه الدنيا نسأل الله العافية بعض الناس هذا الذي يأخذه من الدنيا أوصاخها وأما الذي ينفع القلب ويدخل فيها فهذا لا يدخل قلبه نفس الشيء في النار طيب الحلية الذهب والمعادن العظيمة هذه تحطها في النار فالذي يبقى ويمكث ويكون هو المعدن الحقيقي الأصلي كان ذهبا أو فضة أو نحو والنار تذهب خبث الحديد وخبث الذهب وتذهب هذه الشوائب ويبقى الشيء الصالح فالمقصود أن هذين المثلين هما مضربان وهما المثل الناري والمثل المائي الذي ذكرهما ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم نعم قال وأما النوع الثاني نعم سؤال حضرتك استخدمت زبد I always thought that that was the good part of the لا لا الزبد لا الزبد يعني زي الأشياء اللي تكون الفوم وال والتراش that carried yeah well it makes sense يعني بس يعني زبادي or when they say لا الزبدة يعني الخلاصة ماشي okay that makes okay معلش انا اجنبي يا شيخ ممكن برضو اضيف حاجه بخصوص المثل ده نعم هو الواحد برضو في اول طريق العلم لما بيتعلم في الاول ممكن بيكتشف كمان يعني زي الارض لما بينزل عليها المطر كتير فبيطلع حاجات على الارض التراب والحاجات الحاجات مش نظيفه فبرضو زي القلب بينزل عليه العلم فالانسان ممكن يكتشف في نفسه امراض في قلبه ما كانش متخيل انها فيها فيفضل العلم يغسلها لغايه
ما يمكن تبقى النافع في القلب ده يعني. بس اشعرها ساعات ان مثلا ممكن لو مش فاهم مرض الكبر مثلا بطل الحق ومنط الناس، طب انا متخيل نفسي ان انا مش من المتكبرين، لكن لما اجي ابص ايه ده، طب ممكن الانسان يكون بيرد حاجه لا لشيء غير لانها صدرت من حد هو مش بيحبه مثلا، او مش الشيخ بتاعه، او مش رايي، فيرد هو حق اصلا هو ما ردوش لانه باطل. فايه ده، لا يبقى اخد بالي ان انا ممكن يكون عندي قدر من الكبر او الحسد مثلا، ان انا مش بس مجرد اتمنى زوال النعمه، لا مجرد يعني القلب كده لما يتشد كده ان اتوجع ان في حد جرب حاجه ما جاتليش، او طب ده قدر من الحسد. يبقى الانسان كل ما بيتعلم بيكتشف في نفسه حاجات عشان يطهرها، عشان يبقى ده الزبد اللي هو بيطلع على الوش يفضل. يعني انا بقول زي ما الواحد بيغسل حتى مواعين كده ويغسل، تطلع هذا هو زبد النار، بيطهر يفضل لغايه ما يطهر يشيل الرواسب دي كلها. هذا جميل في المثل الناري. في أيضا من المعاني المهمة أن العلم ما يكون ظاهري، يجب العلم يتشرب إلى القلب، يدخل في القلب، يصلح القلب. وهذا شيء يتأمل الإنسان، يعني كلما تعلم علما ينظر كيف أثره على قلبه. طيب، قال: وأما النوع الثاني من الأتباع السعداء فهم أتباع المؤمنين من ذريتهم الذين لم يثبت لهم حكم التكليف في الدار الدنيا، وإنما هم مع آبائهم تبع لهم، قال الله تعالى فيهم: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. يعني أنقصناهم، ألتناهم، أنقصناهم. أخبر سبحانه أنه ألحق الذرية بآبائهم في الجنة كما أتبعهم إياهم في الإيمان، ولما كانت الذرية لا عمل لهم يستحقون به تلك الدرجات، قال تعالى: وما ألتناهم من عملهم من شيء، والضمير عائد إلى الذين آمنوا، أي وما نقصناهم شيئا من عملهم، بل رفعنا ذريتهم إلى درجاتهم. يعني مش أخذنا من حسنات آبائهم وحطناها على أبنائهم عشان نجمعهم، لا. وما أنقصنا من ذري، قال: بل وفيناهم أجورهم وألحقنا بهم ذرياتهم فوق ما يستحقونه من أعمالهم. ثم لما كان هذا الإلحاق في الثواب والدرجات فضلا من الله، فربما وقع في الوهم أن إلحاق الذرية أيضا حاصل بهم في حكم العدل، فإذا اكتسبوا سيئات أوجبت عقوبة كان كل عامل رهينا بكسبه لا يتعلق بغيره منه شيء. فالإلحاق المذكور إنما هو في الفضل والثواب لا في العدل والعقاب. وهذا ونحوه من أسرار القرآن وكنوزه التي يختص الله بفهمها من يشاء. طيب، لذلك عقب: وكل امرئ بما كسب يعني رهين، هذا مقصود المؤلف. نعم. فقد تضمنت هذه الآيات أقسام الخلائق كلها: سعدائهم وأشقيائهم، السعداء المتبوعين، والأتباع والأشقياء المتبوعين والأتباع. فعلى العاقل الناصح لنفسه أن ينظر من أي الأقسام هو، ولا يغتر بالعادة ويخلد إلى البطالة، فإذا كان من قسم سعيد انتقل منه إلى ما فوقه وبذل جهده، والله ولي التوفيق. وإن كان من قسم الشقي انتقل منه إلى قسم السعيد في زمن الإمكان قبل أن يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. الله أكبر. والمقصود بهذا أن من أعظم التعاون على البر والتقوى التعاون على سفر الهجرة إلى الله ورسوله باليد واللسان والقلب، مساعدة ونصيحة وتعليما وإرشادا وودة. ومن كان هكذا مع عباد الله كان الله بكل خير إليه أسرى، وأقبل الله إليه بقلوب عباده، وفتح على قلبه أبواب العلم، ويسره لليسرى. يا الله. ومن كان بالضد فبالضد. هذه الآية ذكر لي بعض مشايخنا أنها من أكثر الآيات التي كانت تخيفه: فسنيسره للعسرى. قال مرة لي هذا الشيخ جزاه الله خير، قال: صعب جداً وعسير جدا ومخيف جدا أن تكون العسرة ميسرة لك، يعني أن تكون الذنوب والمعاصي التي تؤدي إلى النار ميسورة سهلة، ما في صعوبة للاقتراب، عندك المال الذي تقدر به عليها،
وعندك المكانة اللي تقدر بها عليها، عندك من الذكاء والحيل ما تقدر به عليها، وعندك من السمعة والجاه ما يستر به ويسر به هذه الذنوب الخفية. مصيبة، مصيبة ونعمة عظيمة أن تكون الطاعة ميسرة سهلة، تكون صلاة الفجر سهلة، تكون قيام الليل سهل، تكون حفظ القرآن سهل، تكون صلاة الجماعة سهلة، تكون قراءة العلم سهلة محببة للقلب. هذا عظيم، هذه آية عظيمة لمن تأملها. فإن قلت فقد أشرت إلى سفر عظيم وأمر جسيم، فما زاد هذا السفر وما طريقه وما مركبه؟ قلت زاده العلم الموروث عن خاتم الأنبياء لا زاد له سواه، فمن لم يحصل هذا الزاد فلا يخرج من بيته، فمن لم يحصل هذا الزاد فلا يخرج من بيته وليقعد مع الخالفين. فرفقاء التخلف البطالون أكثر من أن يحصوا أسوة بهم، فله أسوة بهم، ولن ينفعه هذا التأسي يوم الحسرة شيئا، كما قال تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فقطع الله سبحانه انتفاعهم بتأسي بعضهم بعضا في العذاب، فإن مصائب الدنيا إذا عمت صارت مسلاتا، وتأسى بعض المصابين ببعض. واضح المعنى؟ يعني أنت تقول لك انظر إلى من هو يعني من هو أكثر بلاء منك، يهتهون عليك مصيبتك، صح؟ هذا المقصود. في الآخر في النار ما في كذا، ما تهون عليك مصيبتك لأن في 100 مليون واحد جنبك في النار، لا. يعني مثل واحد مصيبة خسر أمواله في الستوك ماركت، يا everybody lost money، everybody gets sick، everybody lost some freedom، ماشي. بس في الآخرة ما تمشي كذا. قالت الخنساء، من هي الخنساء اللي كانت بكت أخيها صخرا؟ فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. هي فقدت أخوها الخنساء، هذه امرأة قبل الإسلام، مات أخوها صخر، فصرخت على صخر هذا حتى أسمعت الدنيا بشعرها وبكائها وعويلها، لها أبيات وأبيات وأبيات ترثي فيها أخاها هذا، كأن ما في وحدة كان لها أخ لهي. سبحان الله، رثاؤها لأخيها، والله تقول هذا مش أخوها، هذا ابنها أو أبوها. أبيات عظيمة تقول فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي، ولكن أسلي النفس عنهم بالتأسي. على فكرة الخنساء هذه في القادسية قتل أبناؤها الثلاثة، مش أخوها بقى، أبناؤها الثلاثة، لما جاءوا إليها وقالوا لها، كانت امرأة عجوز، قالوا إن أولادك ماتوا مقبرين غير مدبرين، ماتوا هم يقاتلون مقبلين على العدو. قالت إيش؟ الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأرجو أن يجمعني بهم في دار كرامته. نقطة. شوف كيف الإسلام غير هذه المرأة، شوف كيف الإسلام علمها الرضا بقضاء الله، كيف الإسلام غير نظرتها إلى مفهوم الموت. على كل حال، فهذا الروح الحاصل من التأسي معدوم بين المشتركين في العذاب يوم القيامة. قالوا أما طريقه، يعني طريق هذا السفر، إذن الزاد هو ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما طريقه، طريقة هذا السفر، فهو بذل الجهد واستفراغ الوسع، فلن ينال بالمنى ولا يدرك بالهوينة، وإنما كما قال فخذ غمرات الموت واسمو إلى العلا، لكي تدرك العز الرفيع الدعائم، فلا خير في نفس تخاف من الردى ولا همة تصبو إلى لوم لائم. يعني إذا كنت أنت دائما تخاف إيش الناس حيقولوا عنك، ما يمكن تتقدم، هذا معنى ولا همة تصبو إلى لوم لائم. ولا سبيل إلى ركوب هذا الظهر إلا بأمرين،
أحدهما ألا يصبو في الحق إلى لومة لائم، فإن اللوم يدرك الفارس فيصرعه عن فرسه ويجعله طريحا في الأرض، والثاني أن تهون عليه نفسه في الله فيقدم حينئذ ولا يخاف الأهوال، فمتى خافت النفس تأخرت وأحجمت وأخلدت إلى الأرض. صحيح، في مثل يقول if we afraid to lose sight of the shore we will never discover new land. صح ولا لا؟ صحيح. If we lose sight of, if we afraid to lose sight of the shore we'll never discover يعني new lands. It's that current carriage انك انت تقدم وتغامر. ومن يتهيئ صعود الجبال يعيش دائما بين الحفر. يا سلام. صحيح. قال فإن اللوم يدرك الفارس فيصعب. طيب، ولا يتم له هذان الأمران إلا بالصبر، فمن صبر قليلا صارت تلك الأهوال ريحا رخاء في حقه تحمله بنفسها إلى مطلوبه، فبينما هو يخاف منها إذ صارت أعظم أنواعه وخدمه، وهذا أمر لا يعرفه إلا من دخل فيه. يعني الصبر سبحان الله، إنما النصر مع الصبر، تصبر بس ويأتي الفرج، وهذا الشيء الذي كنت تعتبره أنت تشالنج وعقبة يصبح هو السبيل إلى ارتقائك وارتفاعك. إحنا نسمي هذا، فكم من محنة أصبحت منحة، محنة يعني hardship أصبحت become منحة gift. وأما مركبه the ride in this traveling to Allah فصدق اللجوء إلى الله والانقطاع إليه بكليته وتحقيق الافتقار إليه من كل وجه والضراعة إليه وصدق التوكل عليه والاستعانة به والانطراح بين يديه كالإناء المثلوم المكسور الفارغ الذي لا شيء فيه يتطلع إلى قيمه ووليه أن يجبره ويلم شعثه ويمده من فضله ويستره، فهذا الذي يرجى له أن يتولى الله هدايته وأن يكشف له ما خفي على غيره من طريق هذه الهجرة ومنازلها. إذن هذه إيش؟ هذا هو، هذا المركب، أو هذا هو يعني المركب الذي الصدق اللجوء هو معناه عبوديات القلب. لو تلاحظ كل هذا المعنى، شوف المثل الجميل، يعني تفرغ قلبك، تفرغ قلبك من كل يكون تعلق القلب بالله. قال ورأس مال الأمر وعموده في ذلك إنما هو دوام التفكر وتدبر آيات القرآن بحيث يستولي على الفكر ويشغل القلب، فإذا صارت معاني القرآن مكان الخواطر من قلبه وهي الغالبة عليه بحيث يصير إليها مفزعه وملجأه، تمكن حينئذ الإيمان من قلبه وجلس على كرسي وصار له التصرف وصار هو الآمر المطاع أمره، فحينئذ يستقيم له سيره ويتضح له الطريق، وتراه ساكنا وهو يباري الريح، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. فإن قلت إنك قد أشرت إلى مقام عظيم فافتح لي بابه واكشف لي حجابه، وكيف تدبر القرآن وتفهمه والإشراف على عجائبه وكنوزه، وهذه تفاسير الأئمة بأيدينا، فهل في البين غير ما ذكروه؟ عفوا شيخنا، بس سنقف هنا. الجملة دي وتراه ساكنا وهو يباري الريح وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، يعني بمعنى أن هذا الإنسان طيب يعني هو ساكت كذا ما يتكلم، لكنه دائم الفكر في التدبر في القرآن، والذي يشغل فكره من داخله إنما هو التأمل والتدبر فيما أنزل الله عز وجل، ودائما بذكر الله، دائما القرآن في ذا في نفسه وفي عقله. وإن كنت ما تراه يعني قاعد يشتغل ويلقي محاضرات ودروس وإلى
قد لا تأبه به، واضح؟ لكن هو أو ساكت، أنت تظنه ساكت لكن من جوا قاعد يشتغل. جميل. فيقول فهو يعني مثل إيش؟ مثل شيء تراه ساكن لكن في الحقيقة هو يباري الريح، يعني يعارض الريح ويعني يصدها. ما شاء الله، تعبير جميل جدا. ترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر الصح، يعني الظاهر شيء والحقيقة شيء آخر. يعني مثلا أنت لو أعطيتك مثال، if you bring something metal very heavy and you put it, it's not moving, but actually it is resisting the wind and it's focusing its weight, bringing it down. فمن برا كأنها لا تفعل شيء لكن هي في الحقيقة it's resisting, it's pushing back. نعم. بعد كذا سيكون في كلام جميل عن مسألة تدبر القرآن، يعني قضية التفسير غير التدبر. طيب، وسيأتي لك بأمثلة إن التدبر أمر زائد على مجرد التفسير. التفاسير موجودة بس التدبر والعيش مع القرآن أمر زائد، وسيضرب لك بذلك مثلين طيب أو أمثلة من القرآن ويعطيك معاني. وبعدين جاب وتكلم على حديث ضيف إبراهيم المكرمين. وبالمناسبة شيخ الإسلام له رسالة كاملة على قصة ضيف إبراهيم، له رسالة كاملة في هذا الموضوع كتبها رحمه الله تعالى. والله ما يحضرني الآن يعني اسمه، إذا أحد يبحث يأتينا بها. يعني أطال جدا في الكلام عنها رحمه الله في مواضع من كتبه. وابن القيم ترى يكثر جدا من هذا المثل في القرآن اللي هو حديث ضيف إبراهيم المكرمين وما يتعلق به من المعاني، يعني أتى به في مواضع متعددة من كتبه رحمه الله، يدلك على أنه يعني مستأنس بهذا المثل ومعجب به رحمه الله تعالى. عجيب سبحان الله أنهم استأنسوا بهذه القصة لهذه الدرجة. إيه جابها في مواضع عظيمة يا أخواني. هذه الرسالة رسالة عظيمة، وكان العلماء رحمهم الله يوصون بها. تعرفون اللي يسمونهم نجديز؟ هذول علماء النجد من أئمة الدعوة رحمهم الله، ومن كان لهم عناية بهذه الرسالة بشكل عجيب، يكاد يكون في تطابق بين علماء المملكة ومعاصرين متقدمين، وصاية كبيرة جدا بهذه الرسالة. كانوا يقولون من كتب ابن القيم كتابين لابد كل كان الصغار يقرؤونهم هذه الرسائل، حتى الشباب الصغار في الابتدائية ومتوسط، وكانوا يحرصون جدا على تعليمها في الكتاتيب وواقع، ويوصون طلبة العلم بقراءة هذين الكتابين. ما تجد من مؤلفات وصايم إلا وصايا بكتابين من كتب ابن القيم، الأولى الرسالة التبوكية والثانية الداء والدواء، أو كتاب الجواب الكافي. الجواب الكافي فيه من المعاني والفوائد ومسائل العلم والفقه وفقه في الدين، ويعني والله من أعجب ما تكون. والناس تظن بس كتاب فيه مسألة الذنوب والمع، هذا كتاب جامع فيه حكم وفوائد لا تعد ولا تحصى. وهذين الكتابين كان العلماء جدا يوصوا، حتى أرسلت يعني لطيفة كذا للشيخ عمار قبل يومين إن الشيخ شو اسمه اللهم صل على محمد الغنيمان، كبار من كبار علماء الحديث والفقه في المدينة في المسجد النبوي، كان عضو في هيئة كبار العلماء، من كبار العلماء الموجودين الربانيين الموجودين الآن، لما سئل لو قيل لك من مكتبتك كلها تختار 4 كتب فقط، سمى الكتاب الرابع إغاثة الله إيش اسمه الجواب الكافي المساء الدواء الشهر، يدلك على عنايتهم يعني بهذا الكتاب وحرصنا ورسالة التبوكية هذه. ولذلك
يعني إن شاء الله الأسبوع، يعني إذا قرأنا الأسبوع هذا الأسبوع القادم بالكثير سننتهي منها إن شاء الله، يعني بقي لنا مجلسان ثم ننتهي منها بإذن الله. ومن الآن وصاعد كذا حكم وفوائد. الرجاء يعني إذا مر عليكم معنى وكذا ما فهمتوه في الكلام في العبارة، لا أحد يتردد في السؤال يعني، والتعليقات المفيدة تحفون بها. الله يبارك فيك شيخ، جزاكم الله خير. أحد عنده تعليق؟ الشيخ إبراهيم تفضل شيخ. أحد الأخوات بارك الله فيك. بس في الآية التي قرأتها في بداية المحاضرة يعني ده خطر في ذهني شيء سبحان الله. قول الله عز وجل: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. كثير من أحيانا يعني يكون في صعوبة أن يتكلم الناس بالحق وبما حواه الوحي سواء من القرآن أو السنة لغرابته عند الناس بيننا، يعني في الجو اللي احنا نعيش فيه الآن الحق غريب. فالله عز وجل ينبهنا ألا نتحرج بذكر الحق حتى لو استهجنه الناس. يا سلام يا سلام. على ذكر ما ذكرتم شيخ، فمثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بإيش؟ بنورهم. ما قال ذهب الله بنارهم. سبحان الله. قال ابن القيم رحمه الله: وإنما أذهب ما في النار من نفع وأبقى ما فيها من الضرر وهو الإحراق. نعم. ليبين لك أن هؤلاء يعني سبب ضلالهم أنهم يوقعون أنفسهم في الهلاك لأنفسهم، وما ظنوه أنه نجاة وخير يستوقدون بالنار يضدون، وهكذا يذهبون يلجؤون إلى هذه المحرمات والمعاصي يرجون فيها النجاة والسعادة، لكن هي كهذا المثل الذي يحصل أن نورها يذهب ونارها تبقى، لذتها تذهب وعذابها يأتي، يبقى الإحراق سبحان الله. فهذه يعني لطيفة ذكرها ابن القيم رحمه الله، ذكرتنا به جزاك الله خير. طيب أكرمكم الله، إن شاء الله نراكم يوم الخميس إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.